نوفل، إلى أي مدى يتمسك لبنان برأيك بالملاحظات على مسودة الاتفاق التي رفضها الإسرائيليون، وما هي احتمالات تراجعه عنها لإتمام الصفقة؟ أعتقد أن الموضوع المتعلق بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية يعني موضوع شكله تقاسم الحدود أو ترسيم الحدود، في حين أن العملية فعليا هي مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول النفط وحول الاتفاق النووي. ما يجري في جنوب لبنان هو فصل من فصول هذا الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه في فيينا. بالحقيقة الشعار الذي رفعه نصر الله قبل فترة أن حق القانا مقابل حق القريش هو الشكل، أما المضمون والشعار الفعلي فهو لا غاز إسرائيلي إلى أوروبا قبل عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية. وأنا أعتقد أن موضوع تعثر زيادة أو تعثر الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وبين إيران على رفع إنتاج النفط الإيراني في هذه المرحلة بالذات هو الذي عطل عمليا الاتفاق، وليست التفاصيل المتعلقة لا بالحدود ولا بغيرها، خصوصا أن لبنان يعني لم يعد بمقدوره التنازل أكثر مما تنازل الخط 23. يعني أنا لا أعتقد أن هناك شيء أكثر من ذلك يمكن أن يعطيه لبنان في هذه المرحلة، ولا أعتقد أن إسرائيل وخلافا لكل ما يقال أنها تنازلت، يعني عمليا حصلت على كل شيء، وأكثر من ذلك في بنود الاتفاق أمور تقول بصراحة بأنه صحيح أن لبنان لم يدفع بشكل مباشر لقاء الغاز المستخرج من قانا لإسرائيل، ولكن هناك بند واضح يقول بأن شركة توتال هي التي ستدفع. طيب من أين ستأتي بهذه الأموال لدفعها؟ هذه علامة الاستفهام الكبرى، يعني شركة توتال يعني ستقدم الأموال من أرباحها وستخرج خاسرة من هذا المشروع. أنا لا أعتقد أن الموضوع هو على هذا النحو، أعتقد أن هناك قطبة مخفية في هذا الموضوع وهناك نوع من الشراكة غير المعلنة، خصوصا أن القانون اللبناني أستاذ ميشيل يقول بشكل واضح وصريح بمقاطعة إسرائيل وبعدم جواز تعاطي الشركات التي تعمل في لبنان مع إسرائيل. فكيف إذا كان الموضوع حتى لو كانت شركة توتال ستقدم من أرباحها أولا لإسرائيل، فالقانون اللبناني يمنع أن تستثمر شركات معينة في لبنان وأن تحول أرباحها إلى جهة معادية. طيب في ظل هذا الوضع يعني هل تسلم اللبنانيون ملاحظات أمريكية ردا على الملاحظات الإسرائيلية بعد رفضها، وبالتالي إلى أين تسير الأمور؟ إلى التعليق، إلى المضي قدما، إلى التراجع عن الملاحظات وبالتالي إتمام الصفقة، إلى أين نتجه؟ أنا أعتقد أن الأمور سائرة باتجاه التعقيد، طالما أن اتفاق فيينا معقد فأنا أعتقد أن ترسيم الحدود في لبنان سيكون معقد، الموضوع مترابط جدا. أنا لا أفهم كيف يمكن أن يكون هناك اتفاق حول النفط في جنوب لبنان ولا يكون هناك اتفاق حول النفط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والغرب، كيف يمكن أن يكون هناك رئيس جمهورية في لبنان ولا يكون هناك رئيس جمهورية في العراق، كيف تكون حكومة في لبنان ولا تكون حكومة في العراق، الموضوع مترابط، إيران هي التي تمسك بكل هذه الأوراق، ولا أعتقد أن إيران ستتنازل في لبنان من دون يعني من دون أن تتنازل في بقية الدول، والعكس هو صحيح. المرحلة أعتقد أنها مرحلة عض أصابع وشد حبال وليست مرحلة تسوية. طيب في إسرائيل تقول إنها ستبدأ باستخراج الغاز من كريش في أقرب وقت ممكن، حزب الله ما زال يهدد بأنه في حال عدم الاتفاق فلن يسمح بذلك، هل أن لبنان جاهز للحرب في حال عدم التوصل إلى اتفاق وبدء إسرائيل الاستخراج؟ أنا أخشى من هذه النظرية لأنها لم تعد، أنا أعتقد في مفهوم المجتمع الدولي لم تعد لمصلحة لبنان، خصوصا بعدما يعني أقر لبنان بأنه حدوده هي الخط 23، وإسرائيل أقرت بأنه لا مشكلة لديها في أن تكون حدود لبنان هي الخط 23، وبالتالي إذا بدأت إسرائيل باستخراج النفط إلى الجنوب من خط 23 أنا لا أعتقد أنه سيكون لدى لبنان الحجة المطلوبة في هذه المرحلة، لأنه لا أحد سيمنع لبنان من التنقيب عن النفط شمال الخط 23، وبالتالي أنا أعتقد أنه الموضوع يعني من بعد حتى لو لم يبرم الاتفاق
يعني في هذه المرحلة صار معروفا لدى الأوروبيين، لدى فرنسا، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لدى المجتمع الدولي، بأن إسرائيل أقرت بالخط 23 ولبنان قبل بهذا الخط. وبالتالي أنا لا أعتقد أنه موضوع اليوم المواجهة سيكون في مصلحة لبنان بأي شكل من الأشكال. نوفل ضو، منسق التجمع من أجل السيادة من نيكوسيا، نشكرك.